بسم الله والابن الروح القدس الواحد امين. سلام ونعم لكل مشاهدين ومتابعين قناه سيره شفيع في كل مكان. لما اي حد فينا بيخش الدير يسجد قدام رب المجد ويقول له ببيتك يا رب طريق قداسه، صح؟ لما نلاقي راهب ونروح للراهب وناخد بركته، سلام يا ابونا، صلي لي يا ابونا، صح؟ النهارده قصتنا النهارده غريبه شويه. الراهب اللي هنشوفه واحد راح له في الدير ضربه بالطوبه. طب ليه ضرب واحد من الزوار بالطوبه؟ يلا بقى نعرف ايه حكايته النهارده. مره واحد ملحد راح لاحد الرهبان في الدير وكلمه باستهزاء، قال له يا ابونا انا عندي ثلاث اسئله عايزك تجاوبني عليها بس بالراحه. ابونا قال له اتفضل يا ابني. اول سؤال يا ابونا، قال اتفضل، ازاي بتقولوا ان الله لو كل المجد موجود واحنا مش بنشوفه؟ ماشي. الثاني قال له السؤال الثاني، كلنا بنقول ان الشياطين روح ناريه، طب ازاي بيحسوا بعذاب النار؟ صح، ازاي؟ ثالث سؤال يا ابونا، اذا كان مكتوب لي ان التقي بالشر في حياتي فكيف يعاقبني الله على خطاياي؟ ابونا بعد ما سمعه سكت. مره واحده جات طوبه من الارض وضرب بيها الملحد في راسه، أصابته ألمة جدا. بعدين الراهب ساب الملحد ده ومشي. طبعا الملحد استغرب جدا على التصرف اللي عمله الراهب ده. راح الملحد إلى القاضي، وبصراحة أنا معرفش ليه عمل كده. راح الملحد بسرعة إلى القاضي واشتكى الراهب اللي ضربه. طبعا القاضي استدعى الراهب وقال له أنت عملت كده إزاي؟ أول ما قال له كده القاضي اعترف الراهب إنه فعلا عمل كده فعلا. بعدين الراهب قال للقاضي مدافعا عن نفسه، هذا الملحد ظن ان الله له المجد غير موجود لاننا لا نراه. هل ممكن يا سيادة القاضي تأمر هذا الملحد ان يرينا الألم الذي يشعر به؟ وإلا كانت فدعوته باطلة. صح، هذه اول اجابة على السؤال الاول. بعد كده يزعم هذا الملحد ان الشياطين لا تشعر بألم النار لانها ارواح نارية من النار، فلماذا هو يشعر بألم من الطوبة والطوبة مصنوعة من الطين والملحد ده انسان ترابي مصنوع من الطين؟ اجابة السؤال الثاني. وقال ايضا هذا الملحد مكتوب لي ان اقابل الشر في حياتي فلماذا يحاسبني الله على خطاياي؟ وأنا أقول له إذا كان هذا مقدرا لي أن أرميه أنا بالطوبة فلماذا شكاني إليك يا سيادة القاضي؟ ده إجابة السؤال الثالث. تعجب جدا القاضي من جواب هذا الراهب وقال له أحسنت، لأنك بطوبة واحدة جمعت الأجوبة الثلاثة. يا رب يا رب قد لا أنكر وجودك بفكري لكني أنكر وجودك بأعمالي وحياتي التي لا تمجد اسمك. يعني إيه؟ يعني أنا مسيحي مؤمن بالسيد المسيح موجود لكن كل أعمالي لا تعبر عن أني مسيحي، وكمان يا ريت كده وبس، لا، وكمان بجيب العار لمسيحي اللي اتصلب على الصليب. انا مش بقول كده عشان انا بعمل كده، ده انا بجيب العار لسيد المسيح، وكلنا بنعمل كده عشان انا معرفكمش بقول كده على نفسي، انا بجيب العار للسيد المسيح لاني بعمل خطايا مش بقدر اتوب عنها. النهارده مش عارفين نقول لك ايه. يا سيدي ارجوك اتوسل اليك صارخا لك ممسكا بهد بصوبك، حررني يا رب من سجن الخطية ومن محبة المال ومن شهوته ومحبة الذات وضعف الإرادة. حررني يا رب من شهواتي ونزواتي وخطيتي، حررني يا رب من كل عاداتي الشريرة وعلاقاتي الغير مثمرة ومن قساوة قلبي وعنادي وشروري ومطامعي. حررني يا رب من عدم الأمانة ومن عدم المحبة ومن عدم الاتضاع. حررني يا رب من عدم المعرفة. حررني ولا تتركني مقيدا ومسجونا في عبودية إبليس.
حتى لو انا مش عايزك يا رب انت تجرجرني من راسي من رقبتي من هدومي، تقول لي تعالى انت ابني وغالي عليا واوعى تسيبني تاني لابليس. النهارده يا ريت كلنا ولو حتى 5 دقايق في صلاه في اليوم نقول له يا رب من فضلك كل الايام اللي فاتت دي ماضي، اعتبرها يا رب ماضي وارميها في بحر النسيان. قول له كده يا رب النهارده انا مشتاق لك، انا النهارده عايز اقف قدامك، يمكن ما اعرفش اتكلم، يمكن ما اعرفش اصلي، سيب ربنا هو اللي يتكلم، خليه هو اللي يملك قلبك مش حد تاني، مش مال ولا جاه ولا فلوس اراضي ولا طريان ولا عربيه ولا شهوات ولا نزوات ولا اي شيء. كل ده صدقني لو سالت اللي قبلك هيقول لك كل ده فاني. اسال الانبا انطونيوس، اسال الانبا باخوميوس، اسال الانبا شنوده، اسال الانبا كراس، الانبا موسى. الانبا موسى اللي كان اكبر رجل عصابات في العالم كان في وقتها، ساب كل ده وراح لمين؟ راح لرب المجد. تعب اه في الاول، ايه المشكله لما تتعب؟ ما انت لو عايز تخش كليه طب، ما انت لو عايز تخش كليه، وانت لو عايز تروح شغل فلاني لازم تتعب. ده انت مش هتتعب سنين، هتتعب ايام يا صديقي. صدقني بدل ما تندم في الاخر بعد الموت مفيش فرصه. خليك واثق ان ربنا هو الوحيد المضمون في العالم، هو الوحيد. انت لو انت قاعد وقال لك ان العماره دي مضمونه وباتنين جنيه هتروح تشتريها انت ومغمي عينك، ربنا ببلاش، ربنا مديك توبه ببلاش، صلاه ببلاش، اعتراف ببلاش، كل شيء على طبق ببلاش. شفت ازاي؟ مجانا. انت مش هتدفع مع ربنا شلن. ربنا يديني ويديكم روح المحبه وروح التواضع وروح التوبه وروح الرجوع. اسكنوا نفس صلواتكم سيره شفيع.